طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود لكم. هاي شنو هاي؟ سقطوا الحكومة، صارت الخضراء مالتهم وما يتحكمون. السلاح كل السلاح هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط. بعد انتشار ميليشيات من الحشد الشعبي في شوارع بغداد قبل يومين على إثر اعتقال القيادي في ميليشيات الحشد قاسم مصلح، هل بقي من يقول إن هذه الميليشيات هي جزء من الدولة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟ وبين محاولة كسر هيبة الحشد كما قال هادي العامري، ماذا بقي من هيبة الحكومة وهيبة رئيس الوزراء الذي حوصر في مكتبه بالمنطقة الخضراء؟ ما هي تداعيات اعتقال قاسم مصلح على الميليشيات، وما هي تداعيات تهديدات الميليشيات لمصطفى الكاظمي في حال لم يطلق أو يقوم بإطلاق سراحه، وبين تصريحات الحشد والحكومة المتضاربة بين إطلاق سراح قاسم مصلح وعدم إطلاق سراحه؟ يبقى المواطن العراقي يترقب ما الذي سوف يحدث؟ هل سيتم التوصل إلى تسوية بين الكاظمي ومن هم تحت إمرته كما يقال، كما تمت في المرات السابقة عندما تم اعتقال مطلقي صواريخ الكاتيوشا، أم أن الأمور سوف تتجه إلى منحنيات أخرى؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم. يرجى المشاركة معنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وإرسال الرسائل القصيرة عبر خدمة الواتساب. تحدثت اليوم صحيفة ستارز أند سترابس الأمريكية بأن اتفاقا سريا كما قالت جرى بين الكاظمي وزعماء فصائل في ميليشيات الحشد وقوى شيعية بشأن إطلاق السراح القيادي في الميليشيا قاسم مصلح. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يتضمن عدم إدلاء ميليشيا الحشد بأي تصريحات بشأن إطلاق السراح مصلح وعدم تسريب أي صورة أو فيديو له في سعي للتغطية على ما جرى من انتشار ميليشياوي مسلح في العاصمة بغداد ولا سيما في محيط المنطقة الخضراء. هذا وأكدت وكالة رويترز بأن قاسم مصلح متهم بقضايا قتل للمتظاهرين وسرقة رواتب عناصر الحشد كما قالت، فيما زالت الأنباء متضاربة بشأن مكان وجود قاسم مصلح حتى الآن. طبعا بعد ما كانت المرة الأولى التي يدخل فيها أو تدخل فيها قوات اللواء 39 في الجيش العاصمة بغداد مطلع يوليو تموز عام 2014 بعد استيلاء تنظيم داعش على مناطق ومدن رئيسية شمال وغربي البلاد، اضطرت حكومة مصطفى الكاظمي ليلة الأربعاء لاستدعاء هذا اللواء ونشر جزء من وحداته حول المنطقة الخضراء وداخلها إلى جانب وحدات أمنية خاصة أخرى. هذا جاء عقب انتشار المئات من مسلحي 6 ميليشيات حليفة لإيران في عدة مناطق
من بغداد وسيطرتها على مدخلين من مداخل المنطقة الخضراء التي تضم مقرات الحكومة ورئاستي الجمهورية والبرلمان، فضلا عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية عقب اعتقال قاسم مصلح قائد عمليات الحشد شرق الأنبار أو في الأنبار التي تسيطر على الحدود مع سوريا وزعيم ميليشيا الطفوف في نفس الوقت. طبعا خلال الساعات التي أعقبت اعتقال قاسم مصلح على يد قوة خاصة تتبع لجهاز مكافحة الإرهاب في منزل خاص جنوبي العاصمة بغداد فجر الأربعاء الماضي وفق مذكرة اعتقال صادرة بحقه بتهمة الإرهاب، انتشرت الميليشيات الست المسلحة في بغداد، استعرضت بسيارات رباعية الدفع مثل ما شفنا بمقاطع الفيديو وشاحنات تحمل أسلحة مختلفة وأبرزها ميليشيات حزب الله والعصائب والنجباء وسيد الشهداء والطفوف وكتائب الإمام علي، إلى جانب ميليشيات أخرى جميعها منضوية ضمن الحشد، مفروض هذا الحشد تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. طالبت تلك الميليشيات الحكومة بإطلاق سراح مصلح وهددت عبر بيانات وتصريحات لقيادات ميدانية بتحرك لها لإطلاق سراحه في حال لم تقم الحكومة بذلك. عقب تحشيد الفصائل أو الميليشيات المسلحة قواتها في بغداد، كشفت وثائق لقيادة عمليات بغداد عن توجيهات بإغلاق مداخل العاصمة ومنع دخول أي قوات إليها، لكن مصادر أمنية وأخرى عسكرية أكدت إخفاق الجيش في منع دخول ميليشيات أخرى في بغداد قادمة من الأنبار وبابل وكربلاء لإسناد الميليشيات التي كانت تحاصر فعليا المنطقة الخضراء. وحتى مساء أمس كانت تلك الميليشيات تواصل انتشارها في أكثر من مكان في العاصمة بغداد بما فيها محيط المنطقة الخضراء عند أحياء الكرادة والصالحية والجادرية، وكشفت عملية الاعتقال وما رافقتها من تداعيات ضعف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية أمام سطوة ونفوذ الميليشيات المسلحة التي حاصرت المنطقة الخضراء وأجبرت أغلب المسؤولين فيها على البقاء وعدم الخروج لساعات، فضلا عن إسقاط شعار الحشد جزء من المنظومة الأمنية وخاضع للحكومة، الذي واصل رؤساء ثلاث حكومات متتالية ترديده منذ العام 2015 ولغاية الآن. معنا اتصال أبو عبد الله من بغداد، فضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ عمار؟ يا هلا بك، حياك الله. أخي العزيز، يطلع هذا العامري. نعم. هذا العامري العميل لإيران اللي كان يقاتل العراقيين بالاسم، يطلع يصرح يقول بالحشد، يعني الحشد بكيفه يأمر وينهي، والحشد هو يعتبر دولة اليوم. هو اليوم يأمر على العالم، الظاهر اللي بيده السجناء منوم على السجناء الأبرياء. نعم. اليوم احنا ما عد لا رئيس وزراء لا رئيس جمهورية لا غيره، كل الأمر يعني الأمر بيد إيران وبيد الدول الغربية، والسجناء منوم عليهم إيران، يعني هذا كل شيء. نعم. زين، مو مفترض انه الحشد تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة شو حاصروه تقريبا هذه المرة الثالثة، يعني كل ما يعتقلون احد من الحشد متهم، يعني قبلها مطلقي صواريخ الكاتيوشا هم نزلوا بالشارع واستعرضوا وهددوا، واكثر من مرة يهددون رئيس الوزراء، وهاي المرة شفناهم شلون نزلوا بالشارع وهددوا صراحة رئيس الوزراء والحكومة إذا ما تطلقون سراح قاسم مصلح. لعد شلون هم تحت أمرة رئيس الوزراء؟ أخلع بس بالتلفزيون حسن تبين قاسم مصلح رجل الرب في ودفن رفات جنود عراقيين، يعني ما هو شيء مضموم. الجنود العراقيين هو قاسم مصلح من بين اللي شوين المغابر مالتهم. أخي اليوم الميليش تهدف كل صنوف العراقيين، سني شيعي ما تفرق. نعم. ما تفرق، خلاص ما تفرق. اليوم الجند العراقي مستهدف، الشريف اللي يدافع عن وطنه مستهدف، الظاهرنا بالمظاهرات
شيات الدتشفين الله وكيلك بس شاتشين. نعم. اشكول اشكول ما شايفينه بحياتنا، ما اعرف ما ادري منين جايب لنا. أنا أشكرك يعني. أبو عبد الله من بغداد كان معنا. معنا أم حاتم من المدائن، تفضلي أم حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. يما أنا دائما أتصل وياكم على الخط. نعم تفضلي. إي عندي ولد مغيبين صاروا بهاي السنة 8 سنين. إيش قص صار لهم؟ 8 سنين. نعم. يا ريت تنصي التلفزيون للأخير أم حاتم. يا ريت تنصين التلفزيون للأخير وتكلمي على راحتك. نص التلفزيون للأخير واحكي شنو مشكلتك. أنا مشكلتي قلت لك أنا عندي ولد مغيبين صاروا طبوا بالسنة السابعة. نعم. وهسه أي خبر، هم مغيبين ما أعرف عليهم وين هم. منو أخذهم وش وقت بالضبط؟ لو ما عندك معلومه. تمام. وبيا منطقه؟ لا 2014 بالمدان. بالمدان. منو اللي اخذهم؟ ما نعرف. يعني اجوا للبيت اخذوهم لو شلون؟ لا هم موظفين، هم موظفين بالمصرف مال المدان. اها نعم اخذوهم. ايه؟ من المصرف؟ لا لا من البيت بالليل، هم موظفين. نعم. كم واحد من ايه اللي اخذوه؟ كم واحد؟ اثنين. هم اثنين، واحد موظف بالمدرس الإسلامي. نعم. واحد موظف المصرف مال المدان. زين اللي فاتوا عليهم سيارات جيش شرطة حشيد داعش ما عرفتوا؟ هم عازين من البيت مو يعني. نعم. إيه فنسوان تقول مخلوطة يعني سيارات أشكال وألوان. نعم. إيه. ما بدنا نعرف عليهم شنو، ما خليت مكان ما رحت له. ماكو اي رد. اي رد. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني بهالحالة استاذ شو نسوي؟ الله المعين. الو. نعم. اسمعك. اي نو. اي. وتعرف نعم. الام شلون شو يصير فيها؟ الله يعينك. يعني لحد الآن أنا أدور 7 سنين أنا أدور. الله يعينك. طبوا بالثامنة وأنا أدور 7 سنين وهاي الثامنة من عام 2014. هاي مأساة. نعم. هذه المأساة المستمرة بحق العراقيين. عندك مناشدة أم حاتم؟ هو أنشد عن المغيبين يعني. نعم. يعني اكو معلومات عليهم يقولون لنا بالمطار تجون سريه اكو هيجي. والله ماكو تصريح رسمي صراحه. ايه لا يوجد تصريح رسمي من قبل الحكومه. ايه احنا ما رايدين شيء، بس هم موظفين بس رايدين ولدنا. نعم. هاي الله يعينك وان شاء الله يا رب يفرج عن كل الأبرياء. أنا أشكرك أم حاتم والله يعينك. نرجع إلى موضوعنا، موضوع ما جرى قبل يومين. طبعا مسؤول رفيع المستوى في مكتب الكاظمي تحدث إلى صحيفة العربي الجديد وقال بأن الأخير كان في مكتبه ولا يبعد أكثر من 800 متر عن مسلحي الفصائل الذين كانوا يهددون باقتحام مبنى تابع لقيادة العمليات المشتركة وسط المنطقة الخضراء لتحرير قاسم مصلح. وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن عملية الاعتقال جاءت بناء على عدة تهم بحق مصلح، أبرزها تسهيل استهداف منشآت عسكرية تستضيف قوات أمريكية، والتورط بتهديد واستهداف ناشطين مع أشخاص من أقربائه ومرافقيه، والتورط بأنشطة ممنوعة على الحدود مع سوريا، منها تهريب وإدخال عناصر من دون المرور بمنافذ الدخول الرسمية. ولفت إلى أن رئيس الحكومة أبلغ أطرافا سياسية بقرار اعتقال مصلح منذ يوم الاثنين الماضي، كما تم التوصل مع جهات دينية كما قال هذا المسؤول في كربلاء للغرض نفسه، وكان القرار بأن يتولى أمن الحشد
وهو جهاز داخل هيئة الحشد اعتقاله، لكن بسبب رفض رئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي تنفيذ الأمر القضائي، تحركت قوة خاصة تتبع لجهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ أمر القبض، وأكد بأن وساطات عدة أجريت لإطلاق سراح مصلح، لكن حتى عصر أمس الخميس كان ما زال معتقلا، وهناك وساطات جديدة كما قال لنقله إلى مكان وسط كما أسماه لتهدئة الأمور، منها سجن يتبع لجهاز أمن الحشد في منطقة القناة في بغداد، وآخر هو مركز توقيف يتبع لقيادة الشرطة الاتحادية. لكن مصادر مقربة كما جاء كذلك في تقرير موسع لصحيفة العربي الجديد مقربة من الحشد يعني تحدثت عن تسوية تحققت فعلا بنقل مصلح إلى مكان آخر خارج المنطقة الخضراء، وبضمان زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع وقف تحشيد الميليشيات المسلحة في بغداد، وهو ما لم تؤكده أي مصادر حكومية أخرى التي اكتفت ببيان لمكتب رئيس الوزراء صدر فجر أمس الخميس، وقال فيه بأن مصلح ما زال معتقلا في قيادة العمليات المشتركة. ظهرت مقاطع فيديو لرئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم أبو فدك يتحدث مهددا بأن عملية اعتقال مصلح لن تتكرر في المستقبل، وسط حشود طبعا من المسلحين أمام مبنى مقر الحشد، ما يفسر خلافه الشديد مع الكاظمي، فيما رئيس الحشد فالح الفياض لم يصدر أي بيان عن الحادثة. طبعا مصادر تحدثت بأن الفياض كان على علم بمذكرة إلقاء القبض على مصلح بتهم متفرقة، منها تسهيل عملية قصف قاعدة عين الأسد، وهناك أكثر من قيادي في الحشد كان على علم بقرار اعتقال مصلح قبل تنفيذه، ولم يتدخل أحد في رفضه أو منعه، بل إن الفياض أبدى موافقته على تنفيذ القرارات الداعمة للحكومة، إلا أن الميليشيات المرتبطة بإيران والتي يمثل جناحها داخل الحشد عبد العزيز المحمداوي أبو فدك سعت إلى إخراجه حتى لو تطلب الأمر استخدام السلاح منعا لتوريطها، كما جاء على لسان بعض المسؤولين باعترافات قد يدلي بها مصلح في سجنه، وأكدت بأن بعض الميليشيات تواصلت مع العتبة الحسينية وطالبت بتدخل مرجعية النجف، ولكنها يعني كما جاء في صحيفة العربي الجديد بأنها رفضت التدخل. طبعا تعليقا على ذلك عضو ائتلاف النصر عقيل الإرديني قال بأن ما تعرضت له العاصمة بغداد من انتشار للمظاهر المسلحة عقب اعتقال قاسم مصلح يدل على أن السلاح قد لا يهدد النشطاء والمتظاهرين، بل أنه يهدد مؤسسات الدولة ورموزا مهمة في الحكومة، رغم أن أمر الاعتقال طبيعي وقانوني، وأضاف بأن القانون لابد أن يكون مدعوما من القوى الوطنية في البرلمان كما سماها وعلى الساحة السياسية، كما لابد من رفض كل التجاوزات على مؤسسات الدولة وعدم تحرك أي قطاعات عسكرية من دون أوامر القائد العام للقوات المسلحة، لأن بعض الفصائل المسلحة قامت أخيرا بخرق القانون ومحاصرة مؤسسات الدولة التي من المفترض حمايتها عبر هذه الفصائل كجزء من الحشد وليس بتهديدها. معنا اتصال، ما سمعت الاسم، أكو اتصال. أبو علي، السلام عليكم. أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أبو علي. حضرتك ومساء الخير. حياك الله. مساء النور. جمهور قناة الراتب. يا أهلا بك. يعني بين محاولة أبو علي، بين محاولة كسر هيبة الحشد كما قال هادي العامري، ماذا بقي من هيبة الدولة أو الحكومة؟ الدولة والحكومة دكتور عمر، يعني احنا من زمان هذه منتهين من عدها، راحت هيبة الحكومة والدولة، والدليل الاستعراض اللي صار واعتراف بعض النواب واعتراف شخصيات بأنه هذا كسر لهيبة الحشد. لحد هم نفسهم طبعا يطلعون ويحجون بالقانون ويحجون بهيبة الدولة ويحجون باحترام
العراق ويردون اسم العراق يصعد وغيرها. اليوم حقيقة احنا قبل كنا نحكي ونقول على الحشيد والحشيد يريد يعني يستولي على الدولة والحشيد يريد، هم يقولون لا، وكلهم يقولون الحشد هو جزء من العملية العسكرية الموجودة بالدولة. والآن ثبت الخطأ وثبت وطلعت الحقيقة اللي بصراحة يعني يردون يشوفونها بس أهمة. اليوم ثبتت الحقيقة أنه أساساً لا وجود لدولة بالعراق ولا وجود لقائد عام للقوات المسلحة بالعراق ولا وجود لسلاح يأتمر بأمر الدولة ولا وجود لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالعراق. هذا كله ثبت اليوم، ثبت من الاستعراض. وبصراحة يعني أنا من سمعت إنكار قبض على هذا الإرهابي اللي هو جزء من عملية من الميليشيات الإرهابية الموجودة بالعراق، يعني قلت راح يصير انقلاب بالعراق صراحة، يعني قلت راح يطلع البيان رقم واحد ويعيون أن قيام الجمهورية الإسلامية في العراق ويتحقق اللي كانوا يتمنونه من كانوا هم يسمون أنفسهم بالمعارضين. لكن الان راح يثبت يعني هم مسيطرين على مفاصل الحكومه والدوله وهم فوق القانون. بعض المسؤولين يقول يعني اعتقد انه هاي الافتراضيه انه يسوون انقلاب يعني مستبعده. لا، الانقلاب دكتور عمر مو انقلاب بالانقلاب انه هو سلاح على سلطه، لا هم مستولين عليها. نعم. بس انقلاب انه يلغون الدوله اللي تسمى باسم دولة الهشة الموجودة، يعني رئيس جمهورية رئيس وزراء وبرلمان واسم مسمى وزير دفاع ووزير داخلية. نعم. هذا بيت الانقلاب يصير عليه، ولا هم الانقلاب هو الانقلاب بيدنا، يعني الشارع بيدنا. الميليشيات هذه من أساسها غير أساسها مقتدى الصدر، فهم كلهم امتداد المقتدى الصدر وقوات بدر عندنا موجودة بالأساس، وهذا هي الموجود. فالانقلاب اللي يكون خلاص يعني الحقيقة أنه هذه دولة تابعة لإيران والحشد، وأنا أول ما تأسس الحشد وقبل لا يصير جزء من الدولة مثل ما سواه العبادي قلت أن الحشد هو الحرس الثوري الإيراني بالعراق، حالة حال حزب الله الموجود بلبنان اللي هو صاحب السلطة الموجود. وأنا أم حاتم أن تقول يا أم حاتم نقول عسى الله إن شاء الله يرد لك إذا كان موجود وحي يرده، واللي هو صار من ضمن الأعداد الحسابة بتحسب مثل ما يقولون، ولا من اللي طلع قبل هل تكبر هذا. واليوم خلي يثبت الكارمي، اذا صدق الكارمي يحكي ويقول انه اكو دوله واحنا نريد نستعيد هيبه الدوله ونريد نطلع دم الشهداء، اذا سلم للحشد وانا متاكد انه مسلم للحشد، لكن اذا طلع وسلموه للحشد وطلع بريء الرجال هو مجرد تحقيق وصار، فنقول انه الكارمي هذه عمليه يعني عمليه منتهيه واللعبه انتهت يعني واللعبه انكشفت. احنا يعني خلنا أقول هذه الكلمة بتفزع مني دكتور عمر، الشرفاء الموجودين واللي يقرون المشهد حقيقة يعرفون هذا الأمر. لحن نقول لكن العراقيين اللي يرتجون خير من هذه السلطة الموجودة حاليا اللي حد الآن عندهم بسيط أمل ولو واحد من أعشار 1% اللي يقولون ممكن أنه الكاظم يسوي شيء، وأنا متأكد أنه كل شيء ما راح يسوي. اليوم الحشد أثبت وبالعلن، يعني دائما يقول أكو ميليشيات مسلحة طلعت، اكو سلاح منفلت طلع بالشارع، لا اليوم الحشد قالوا احنا حشد، ومن سمعنا بهذا مصلح تم القبض عليه احنا راح نحرره. لكن الموجودين اللي رادوا يطمطمون اساس اللي هم العامري والفيار والاعرجي واجتمعوا ويا الكاظمي وقالوا له احنا خلاص نرجع الحشد بس بشرط انه بعد التحقيق يطلع براءه كل شيء ما عنده، واحنا راح نطلع تقاعد ويختفي من المشهد. هذا السيناريو الموجود دكتور عمر. نعم، وهذا ما أكدته الصحيفة الأمريكية اليوم بأنه يعني قالت بأنه تم التوصل إلى اتفاق بإطلاق سراحة دون الإعلان عن إطلاق سراحة من قبل يعني الحشد. أنا أشكرك أبو علي من واسط، معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، يعني أخي عبد الرزاق، اليوم لو افترضنا أنه ضابط في الجيش، ضابط في الجيش أو في الداخلية رتبة كبيرة علي ملفات وتم إصدار مذكرة إلقاء قبض وتم إلقاء القبض عليه، هل هم يجي الجيش لو تجي الداخلية وتعال هم تستعرض وتنزل وتحاصر المنطقة الخضراء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. دكتور عمر، اليوم القانون صراحة ما يسري على الجميع. نعم. القانون اليوم يسري على جهة وجهة.
الحشد من جهه يقول احنا تحت رايه القائد العام للقوات المسلحه، هذه اذا كان الامور تفيد مصالحهم، اما اذا كان الامور تختلف ويا مصالحهم فهم يرفعون السلاح ويطوقون لك المنطقه الخضراء. دكتور عمر اليوم ثبت بالقاص والداني بانه العراق ما عاد تحكمه قياده سياسيه قويه، اليوم تحكمه الميليشيات وهي اللي تتحكم بامره. واني اخاف ما يعني اخوف ما اخاف عن العراق هو ان يحولون العراق الى عراقستان حقيقه، لانه اللي صار قبل امس او 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 او, أو, أو قبل يوم امس هذا دليل بانه الميليشيات هي اللي تتحكم بامر البلاد والعباد، اما كدوله ما عندنا دوله. فصراحه شوف الوضع يعني صراحه مو يعني المستقبل مجهول والمستقبل يخوف ومرعب، يعني صراحه اذا الميليشيات تتحكم هي بامور الناس فالمصير مجهول، المصير يخوف صراحه من هذا الوضع اللي احنا جايين نعيشه. تحياتي لك دكتور. شكرا جزيلا لك عبد الرزاق من بابل. معنا ابو علي من بغداد، تفضل ابو علي. ابو علي تسمعني؟ ابو علي يبدو ان هناك مشكله في الاتصال مع ابو علي من بغداد. نعم، طبعا عن تحشيد الميليشيات ومحاصرتها للمنطقه الخضراء، اتهم القيادي في ميليشيا العصائب سعد السعدي اتهم القوات الأمريكية بالوقوف كما قال وراء عملية اعتقال مصلح، وأضاف في تصريح لصحيفة العربي الجديد بأنه كان من المفترض استدعائه وعدم توقيفه بهذه الطريقة المهينة، واتهام قيادي مهم في الحشد بتهمة إرهابية يقول أمر مبهم. قاسم مصلح معروف بعدم تعاونه مع القوات الأمريكية يضيف في مناطق الحدود العراقية السورية، وبأنه عدو الأمريكيين في مناطق غرب العراق، هذا بحسب تصريح القيادي في ميليشيا العصاب. في الوقت الذي ما زال الوضع الأمني مرتبكا في العاصمة العراقية بغداد إثر تداعيات اعتقال القيادي بالحشد قاسم مصلح وما تبعه من انتشار الميليشيات المسلحة في محيط المنطقة الخضراء ومناطق مجاورة بالسلاح المتوسط والخفيف، كشف مسؤولون في العراق بأن قيادات الحشد الشعبي حذرت من إخضاع مصلح لأي تحقيق بشأن التهم الموجهة إليه، ملوحة بالتصعيد الأمني مرة أخرى. ويتصدر المواجهة مع الحكومة في الحشد كل من القيادي بميليشيا حزب الله والذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي، وزعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي، وزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا كتائب الإمام علي شبل الزيدي، وسواهم من الميليشيات المسلحة الحليفة لإيران. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. خلونا نأخذ تصريح لمسؤول بوزارة الداخلية حيث تحدث وقال بأن القيادي في الحشد قاسم مصلح ما زال معتقلا كما يقول، ولا صح لإطلاق سراحه، وأكد بأنه أخضع للتحقيق مرة واحدة من قبل لجنة تحقيقية مشتركة واجهته بالتهم المنسوبة إليه. لفت إلى أن مصلح متهم بعدة جرائم
كما قال على لسان هذا القيادة في وزارة الداخلية، منها استهداف كما قلنا قبل الفاصل منشآت عسكرية حساسة تضم قوات أجنبية، ملاحقة واستهداف ناشطين ومخالفات عدة بالمنطقة الحدودية العراقية السورية حيث تنتشر قواته هناك منذ سنوات، وأوضح بأنه في مركز احتجاز لا سجن ولا معتقل، وتم السماح بلقائه مع قيادات في هيئة الحشد للتأكد من سلامته، لكن شخصيات قيادية في الحشد تخشى اعترافات قاسم مصلح التي بالتأكيد كما قال ستكشف معلومات تدل على تورطهم في جرائم. أيضا تحدث عن تهديدات فصائل مسلحة بإعادة انتشارها مرة أخرى في بغداد وبالتصعيد الأمني بهدف دفع الحكومة إلى إطلاق سراح القيادي المعتقل في الحشد. في غضون ذلك أصدر زعيم تحالف الفتح هادي العامري بيانا وصف بشديد اللهجة، حذر فيه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مما وصفه محاولات الالتفاف على القضاء، رافضا اختزال السلطة القضائية بشخص الكاظمي، واعتبر بأن عملية اعتقال القيادي قاسم مصلح محاولة لكسر هيبة الحشد كما قال هادي العامري. معنا اتصال محمد من الناصرية. نعم انقطع اتصال مع محمد من الناصرية. طبعا بين بأن الاعتقالات هذا القيادي في الداخلية أو هادي العامري بين بأن الاعتقالات بطرق ملتوية كما سماها بعيدا عن الإجراءات القانونية والأصول وباجتهادات شخصية تشير إلى أنه يريد أن يلتفت على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور، وشدد على أنه لا يمكن أن يختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد، وبأن هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض، وهناك أساليب تعذيب لا يمكن أن نقبلها مطلقا، وهذه الخطوة الأولى بالعودة باتجاه الدكتاتورية كما قال هادي العامري. طبعا الكاظمي أمام تحدي كبير كما تشير أو كما يشير مسؤولون في العراق. طبعا يجري ذلك في ظل استمرار التجديد الأمني والانتشار العسكري في محيط وداخل المنطقة الخضراء وعدد من الشوارع القريبة منها، فضلا عن انتشار حواجز أمنية متنقلة. معنا اتصال أبو صادق من الناصرية، تفضل أبو صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. هذا عمر، شلونك؟ يا أهلا، حياك الله، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك ويحفظكم على هذا البرنامج. الله يسلمك ويخليك. ألو. نعم أسمعك أبو صادق. الله يحفظك. الله يخليك. الميليشيات دمرتنا دمار. ألو. أسمعك واضح. دمرتنا دمار يا أخي، هاي الميليشيات يسوون هاي سبت الأيزيديين، سوت عمل بينا. هذا قاسم مصلح، هذا بهدل العالم. نعم. ألو. والله أسمعك بس ما أريد أقاطعك. ألو. ما أريد أقاطعك. استمر بكلامك. قاطعني هذا الحج الشعب، هذا تقول عليه ميليشيات بهدلنا، هاي بهدلتني. ألو تسمعني أستاذ عمر؟ أسمعك أسمعك. نعم. أنا أسألك سؤال، أقول لك هذا تحكي عنه قاسم مصلح هذه، وهاي الميليشيات مال عصايب أهل الحق ومديام صخم الله وياك والله. إحنا ما حكينا يا أنت، تدخل ويعني أنت تحكي عليهم، أنت تحكي عليهم بعدين تقلب تحكي علينا. إحنا ما حكينا على أحد، إحنا دننقل ما يجري على الساحة العراقية. هل تم اعتقال قاسم مصلح من قبل جهاز مكافحة الإرهاب؟ نعم تم اعتقاله. هل تم انتشار هذه الميليشيات في العاصمة بغداد؟ نعم تم انتشار. ليش زعلانين من تم اعتقاله؟ ليش تم اعتقاله؟ شنو تهمته؟ هذا اللي ده نطرحه احنا، شنو تداعيات تهديد هذه الميليشيات للحكومة اللي مفترض هم تحت أمرة رئيس الوزراء؟ فأنت أطلع وناقش بكل أريحية. ليش مرتبك وألو وألو وبعدين تسب وتغلط؟ يعني شخص ضعيف والإناء بما فيه ينضح،
هاي تربيتك وهذا خلقك وتربيتك، شو نسوي بعد؟ شو نسوي؟ نعم، معنا من الشرقاط اتصال ياسين، تفضل ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أخوي. يا هلا بك، أهلا وسهلا. أخوي عندنا سجن. نعم. نطالب بالعفو العام. شنو قضيتكم بالضبط ياسين؟ انقطع اتصال مع ياسين من الشرقاط. طبعا في هذه الأثناء حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جنين بلاساخارت من انزلاق كما قالت البلاد إلى الهاوية في حال استمرت الجهات المسلحة المجهولة في العراق بأعمالها. هذا أبو صادق من الناصرية، يمكن عبالي أنا اللي معتقل قاسم مصلح، الكاظمي هو اللي اعتقله وما نعرف شنو اللي صار، وهذه اللي صارت الأحداث من انتشار وتهديد واضح وصريح. بلاساخارت قالت في حديث متلفز بأن قيام أي جهة مسلحة مجهولة باستهداف المواطنين أو الأجانب في العراق هو أمر ينبغي التفكير فيه جيدا، وشددت على أنه إذا استمرت تلك العناصر بأعمالها فسوف تدفع البلاد إلى الهاوية، وأن هذا الأمر يقوض استقرار البلاد ويقوض الدولة ولن يساعد المواطنين على إيجاد الفرصة في المستقبل. معنا اتصال عباس من كربلاء، تفضل عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يعني إحنا للأسف سبحان البلد بيد ميليشيات وأحزاب متطلب على الدولة، تنهب موارد الدولة، رواتب من الدولة، سيارات من الدولة، مع ذلك تتجمع الدولة. وين وصل بين الحال؟ بس في دفتين وين وصل بين الحال؟ كهرباء ماكو، مي ماكو، صحة ماكو، تعليم ماكو، بس مجرد ميليشيات بالشارع لحد الجمعة كاملة إلا أحد الناشطين ومراسل قناة الحرة حيدر هاتي. نعم. واقف بالفشل بس احنا. نعم عباس. عباس من كربلاء كان معنا. طبعا بالتزامن مع استمرار حالة التوتر الأمني والاحتقان السياسي في العاصمة العراقية بغداد منذ نهار أمس الأربعاء على خلفية الانتشار المسلح لميليشيات تابعة للحشد وتطويقها للمنطقة الخضراء ردا على اعتقال القيادي قاسم مصلح، عقد رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعا مشتركا مع رئيسي الحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لمناقشة تداعيات استعراض القوة للميليشيات في العاصمة بغداد. وعقب الاجتماع صدر بيان عن مكتب الرئيس برهم صالح اعتبر بأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلبا كما قال على الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها وعلى المشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلاد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيدا لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة. معنا اتصال من ميسان، محمد من ميسان، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. بالنسبة يعني هالميليشيات وهاي اللي يعني قاعد يصير بالعراق وهاي الضين، يعني انت ماذا هسه كلامكم تقولون هيك ميليشيات، هذا كلامكم مو زين، يعني قاعد يأثر على الدولة. يعني انا اني اعتقلت قاسم مصلح وانا انتشرت بالشارع وطوقت المنطقة الخضراء وهددت اذا ما تطلعون قاسم راح نسوي ما نسوي يا اخي، انت ما تتابع اخبار، ما تشوف مقاطع فيديو، انا دا انقل الواقع الحال، انا هسه صرت اهدد الدولة؟ شنو هذا التناقض اللي انتو بي عزيزي؟ شنو هذا التناقض اخي؟ جاوبني. مصطفى الكاظمي اعتقل واحد هو تحت امرته، راح احكي لك بالقانون، بالقانون هم يقولون الحشد تحت امرة رئيس الوزراء، تمام؟ تم اعتقال قاسم مصلح وهو تحت أمرة كما يقولون بالقانون، تحت أمرة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء. أنا نقلت هذا الحدث ونقلت بأنه هذه الميليشيات انتشرت وطوقت المنطقة الخضراء وهددت لو تطلعون مصلح لو نسوي ما نسوي. أنت شنو رأيك؟ احنا دننقل، احنا دننقل، يعني شنو تريد؟ والله احنا قاعدين حتى والله مشاعر البعض ما يزعلون، حولاقيها العالم كله نقلها، ليش بس
تجي تحاسبنا احنا. دكتور لولا الحشد، لولا الحشد كان الخضرات تفلشت. ماشي المقدس. اوكي تمام. لولا الحشد المقدس كان ما بقت خضرات، كانت تفلشت واحترقت من زمان. منو يفلشها؟ من زمان كانت احترقت. منو يفلشها؟ تفلشها داعش والارهاب. يا ادم داعش المقدس. راح داعش. عزيزي يا طلع داعش لولا الحشد، يعني الحشد داعش راح 2007 يعني أنا مو قاضي ولا حكم يعني بس اسمعني أنا مو قاضي ولا حكم تمام، أنا دا أنقل اللي دا يصير بالعراق. أوكي تستوعب الأمر لو ما تستوعبه أنت، هذا اللي صار، اعطيني رأيك بي، من الغلطان الكاظمي لو قاسم مصلح لو اللي انتشروا بالشارع، قل لنا رأيك بس. محمد تسمعني؟ محمد راح، محمد بن ميسم. هذه مشكلة، أي قناة إعلامية إذاعة صحيفة تنقل الحدث، تنقل الحدث، إحنا كوسيلة عراقية دا ننقل الأحداث اللي تجري بالعراق بدون لا تزييف ولا تصعيد. أنا لا قاضي ولا إحنا مثلا جهة حكومية ولا جهة قضائية، إحنا دا ننقل الحدث اللي صار، احنا مو نقول هذا متهم وهذا، هم قالوا متهم اعتقلوا. زين انت ليش نزلتوا بالشارع وطوقتوا المنطقه الخضراء؟ زين انت ليش تصب غضبك علينا؟ روح ذاك الكاظم اذا انت عنصر بالحشد، روح حاسب اللي هو بالقانون هو الامر مالتك، روح. مدى اعرف ليش هذه العصبيه وهذا التهجم، ما اعرف. ابو شيماء من بغداد، تفضل ابو شيماء. الله يسعدك حبيبي، اهلا وسهلا بك استاذ. احنا ندين احتقال هذا المجاهد البطل، نعم، لانه احتقاله بصوره وحشيه، يعني ما نسمح رئيس وزراء الا لو الحشد الشعبي تباقي بالحكم، اكو منطقه اكو عراق لو مو الحشد الشعبي، فهاي اسلوب مو انسان ولا رئيس وزراء. فاحنا من هاي من اذاعتكم ليش جب، لانه احتقال هذا، لان هذا الانسان مو عادي، قاعد الانبار. برايك انت ليش اعتقل ابو شيماء، ليش الكاظم يعتقل هذا الشخص برايك؟ استاذ الحزيز، اوامر من امريكا جت فيه، ضرب القاعده الامريكيه من حقه، يعني هو يعني ولا ضرب قوة احتلال امريكا بالعراق، يعني حرام، يعني قامت القائمه يعني يضرب رجل عسكري ومسؤول على قاطع وضرب القاعده الامريكيه. زين هو من ضمن المشكله، يعني رجل عراقي دافع وجاهد بحياته كله، مجاهد هذا الرجل. هو من ضمن الحكومه لو مو من ضمن الحكومه؟ طبعا من ضمن الحكومه، بس اسلوب الاحتقال مو صحيح. ماشي مو صراحه، يعني والله بدي اتناقش وياك ابو شيماء. هو من ضمن الحكومة قاسم مصلح، وتحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأكو اتفاقية بين الحكومة في العراق وبين هذه القوات، إن كانت أمريكية ولا القوات التحالف الدولي الباقي، أكو اتفاق لو ماكو اتفاق؟ هي أكو اتفاق سادة، شلون أكو اتفاق صحيح؟ شلون يضربهم لعد؟ يعني وهو جزء من الحكومة. القوات وهليكوبتر وقوات لا جاوبني، بس جاوبني. أنت لا تقول هو ضرب الأمريكان، وده تقول اكو اتفاق بين الحكومه وبين الامريكان والتحالف الدولي، ليش يضربهم؟ اذا انت تقول انا ما اعرف، يعني انا ما اعرف، انا صراحه قلت لك انا مو جهه قضائيه، ليش يضربهم لعد؟ الله يخليك، لانه شنو القاعده هاي؟ يقول لك يعني هم يقولون هم ضرب القاعده الامريكيه، يعني لا ادري ولا هاي، يقولون هم ضرب القاعده الامريكيه، صحيح كذب الله اعلم، تمام، بس على قولهم هم يعني. اي زين انت شفت لحظه اعتقاله؟ ما شفنا فيديو يعني لحظه اعتقاله. هو لازمينه كبير بالدوره على السريع، لازمينه طيارات وسيارات تجاوز من كم سياره على بالك جاي من كوكب ثاني، مو كانما قائد عسكري بالدوله. نعم ابو شيماء، يعني ابو شيماء من بغداد كان معنا اتصال في اخر دقيقه. علي من الموصل، تفضل علي. علي عمر، تفضل عيني. مرحبا استاذ عمر، اهلا وسهلا بك، تفضل. حبيبي العزيز، حبيبي العزيز، شو هذا واحد اعتقل من الميليشيات خربت الدنيا خالص، ثلاث ولا بتقعد شو عندنا الاف المشاهدين ناس ابرياء ما حد بباله ولا حد بحالهم. نعم والله شنو لجنة سووا لجنة ماكو قضاة، تجي تسووا لجنة أمنية من الميليشيات، نعم، ومن الاستخبارات الداخلية ومن الجيش
ومن الشرطة ومن الجريمين. وين أكو شيء؟ وين أكو دولة؟ وين أكو شيء دولة ما عندها قانون؟ قانون ماكو، قانون ماكو، قضاة ماكو، محاكم. أشو من 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 طرف شديد العقاب، ومن من جانبه غفور الرحيم. نعم. يعني فالشغلة هي بين الاثنين أخويا شني؟ يعني تريد غزال أخذ أرنب ها؟ فاتت بالخضرة، فاتت بالخضرة. نعم. هاي شني؟ وين أكو حكومة؟ وين الجيش؟ وين الداخلية؟ وين القانون؟ وين ال وين ال يعني فرد 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 جيش على ما ما صاير. خل أنا يعني أشكرك، يعني أشكرك. يعني أنا نعم. غابة مو دولة، إحنا غابة. نعم. مع الأسف. أنا أشكرك علي من الموصل كان معنا، بس أريد أقرأ هذه الرسالة. يقول أنا أبو عاد من الرمادي، إحنا أهالي معتقلي الرزازة يقولون عفو شو ماكو بس حكي. يقول والله أبرياء، شنو مصير أطفالهم محرومين منهم 6 سنوات؟ يعني شنو حلم الآباء والأمهات بس بالحلم يشوفون أولادهم؟ يقول حسبي الله ونعم الوكيل. آخر يقول أحلى شيء قالها أبو شيماء هو أن الحشد جابوا الكاظمي للحكم. نعم. رسالة أخرى يقول هاي الميليشيات تأخذ أتاوات من عدة، ما أعرف منين ويا مكان ولا ذكر اسمه. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.